يا أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج المكتبة. النهاردة معانا كتاب بيتكلم عن التغيرات اللي عمالة تحصل لنا كل يوم دي، فبسام إن شاء الله هيكلمنا النهاردة عليه ونسيبه مفاجأة بقى. التغيرات. طيب نبدأ الكتاب معانا النهاردة. الكتاب دكتور جلال أمين. اللي ما يعرفش دكتور جلال أمين، هو اتخرج من كلية الحقوق سنة 55، درس اقتصاد بعد ما اتخرج من كلية الحقوق، بقى أستاذ في الجامعة الأمريكية للاقتصاد سنة 1975. كتابنا اسمه ماذا حدث للمصريين، بيتناول اللي حصل لمصر أو للمجتمع المصري في نص قرن من سنة 1945 لغاية 1995 بالظبط كده. ايه اللي حصل في مصر؟ ايه كم الانفتاح والتغير اللي حصل في المجتمع؟ ايه تغير المفاهيم اللي حصل؟ فهو بيبدأ الكتاب معانا، بيبدأ ياخد من سنة 45، بيبدأ يتكلم بقى على فكرة الثورة 52 واللي حصل فيها، والمجتمع قبل الثورة كان عامل ازاي. فبيحكي ان المجتمع كان متكون تقريبا من طبقتين. طبقة بتاخد حوالي 1500 جنيه مثلا، ده هو المثال اللي ضربه. ده في وقت ايه؟ في وقت 1945 بتاخد 1500 جنيه في السنة دي عائلة. في السنة الكاملة؟ في السنة الكاملة. وكعائلة كاملة؟ كعائلة كاملة. بيمثلوا بالظبط 10% من مجموع مصر، و80% بياخدوا اقل من 240 جنيه في السنة. انا عايزكم تلاحظوا الفرق بين الطبقه دي والطبقه دي. فتلاقي ان مصر كانت مكونه من 80% فقراء، 10% طبقه وسطى، 10% طبقه عليا. فبيبدا يسرد اللي حصل، وبيقول ان بعد سنه ثوره 52 تغيرت سياسات الحكومات، وتغير حصل تغيرات في الحكومات عموما وفي نمط تفكيرها. فبيقول ان بعد حدوث الثوره دي وبعد حدوث اي ثوره بيحصل تغير في المجتمع. التغير ده بنقيمه عن طريق ما بعد التغير، يعني ايه اللي بيحصل بعد الثوره، هنعرف ان كان ده ايجابي ولا سلبي، ده متماشي مع الناس ولا لا. فبيقول ان اغلب الناس بيفتكروا ان هي الثوره هي السبب في التغير اللي بيحصل. التغير ده تغير ايه بالظبط؟ تغير لكل شيء، اقتصادي ثقافي اجتماعي. بس ده ما بيحصلش يعني، هو حرفيا فكره التغير الثقافي ما بيحصلش تغير ثقافي بسبب ثورات. لا بيحصل، هقول لك هيحصل ازاي دلوقتي. ماشي. فهو بيقول اي ثوره بيحصل بعدها حاله من الفوضى المنظمه او الفوضى العارمه، بيحصل منها تغيرات. تمام. فبيقول ان اغلب الناس بتفتكر ان السبب في ده هي الثوره، لكن حقيقه مش هي الثوره. هو بيقول من وجهه نظر الكاتب، بيقول لا، في حاجه اسمها الحراك الاجتماعي. اي ثوره بتقوم عشان في حق مهضوم، في ناس مش عارفه تاخد حقها. الشريحة دي من المجتمع لما بتاخد حقوقها بيحصل حالة من الانتقال لشريحة تانية، هو ده اسمه الحراك المجتمعي، هي انتقال طبقة لطبقة أخرى. دلوقتي أنت بتتكلم على إن التغيير اللي بيحصل بعد الثورة مش سبب الثورة. لا، مش ده العكس، ده نتيجة للثورة. لا مش نتيجة للثورة، ده الثورة هي اللي نتيجة للتغير دوت. لا، هو ما بيقولش كده، هو بيقول إن الثورة دي بتحصل بس مش بيكون سبب ان الثوره اللي هي اللي قامت فهي اللي غيرت في اخلاقيات الناس. الحراك لا، الحراك الاجتماعي هو اللي غير في اخلاقيات الناس. ازاي؟ فبيقول مثلا احنا عندنا كانت الطبقه 80% بعد الفقيره، بعد قيام الثوره حصل ان الطبقه الفقيره نسبه حوالي 25% انتقل من الطبقه الفقيره للطبقه الوسطى. طيب ايه اللي حصل لما طبقه تنتقل لطبقه؟ انت بتخرج من الطبقة بتاعتك بأفكارك وكل مفاهيمك اللي انت واخدها عن الطبقة الدنيا مثلا، او اللي هي الطبقة الفقيرة، ونمط استخدام بتعرف بقى مثلا ناخد الاستهلاك. فانت كنت الاول بتستهلك مثلا اكلك وشربك ويدوب جلابيتين، كله ب 240 جنيه. ب 240 جنيه السنة. انت بقيت وصلت المرحلة 750 جنيه، فبيحصل عندك زيادة في الرفاهيات. بس بما انك انت لسه طالع من طبقة لطبقة، فانت ما عندكش مفاهيم الطبقة اللي فوق، فانت بتحاول تقلدهم تقليد اعمى. التقليد ده بيؤدي لايه بقى؟ بيؤدي لحدوث خلل في الاشخاص او في تفكير الاشخاص، فبينتج عنه يا اما حاجه بتقدمك لقدام او بتخليك تنهار. فهو بيقول ان بعد ثوره 52 كان بدا المجتمع جزء شويه صغير منه من الطبقه الفقيره ينتقل للطبقه الوسطى، لحد ما جه
رئيس السادات. طب انت قلت دلوقتي يا اما بتخليك تتقدم يا اما يخليك تنهار. تنهار. ممكن تضرب مثال او حاجه توضح حاجه زي كده؟ هقول لك مثال. يعني مصر بعد ثوره 52 اصبحت بتصدر المحاصيل الزراعيه، رغم ان الاول ما كانتش بتصدر بمجموع كبير جدا المحاصيل الزراعيه غير لدوله او اتنين من الدول اللي بتحتل مصر. بعد ثوره 52 بقى العامل بيشتغل في ارضه، فبقى العامل بينتج اكتر. الاول كانش بيشتغل في ارضه، بيشتغل في ارض غيره، فهو بيشتغل مش بكامل مجهوده او بكامل قوته. دلوقتي هو بيشتغل في ارضه، فحصل عندها ايه؟ ان انت الصادرات ارتفعت. بتاعتك ارتفعت، معاها ارتفع مستوى الرفاهيه. اه يبقى هنا ارتفاع مستوى الرفاهيه تتبعه ارتفاع في مستوى العمل والجديه والانتاج. اه طبعا. فبعد كده بيقول بعد مرحله الرئيس السادات حصل حاجه جميله جدا، هي فكره الانفتاح. الانفتاح ده هو قسمه لكذا حاجه. الانفتاح ده تسبب في خلل او تسبب في تغيرات حصلت لبعض النقاط، فهو قسم الكتاب بتاعه لعده نقاط. بيقول مثلا ان الناس بدا يحصل عندها فكره التغريب او الغربه، اللي هي في عصر الخليج، اللي هو بيطلع يشتغل بره عشان يجيب فلوس عشان يشتري عماير، فبقى الناس عندها الانتماء للبلد اقل شويه. ليه؟ لان بطبيعه الحال انت علاقتك ببلدك بتنفصل لما بتسافر، مش بتنفصل انفصال كلي بس على عكس ما انت متربي فيها او عايش فيها او خيرك منها. بس التغريب ده ما كانش حاصل قبل كده؟ لا، ما كانش حاصل بعد اللي حصل في وقت. يعني هل نعتبر ان فتره الملكيه بكل ما فيها من بعثات وغيره ما تعتبرش قضيه غربه الا انها غربه تعليميه ورجوع؟ لا، خد بالك، لكن اللي حصل في الملكيه كان بيتغرب غصب عنه. لا، انا ما بتكلمش عن النفي، إن انا بتكلم على مش النفي. يعني مثلا العماله في عصر محمد علي باشا كانوا بيروحوا هناك او يشغلوهم في تركيا غصب عنهم، هو مش رايح وهو عايز يروح يشتغل. مفهوم. على عكس دول الخليج، انت رايح هناك، رايح تشتغل هناك عشان تجيب فلوس عشان الاستهلاك بتاعك او معدل الرفاهيه بتاعك زاد، وده اللي نتج، وده نتج برضو. بس من في هنا نقطه ممكن. في نقطه هنا تغفل شويه. هي قضيه ان زاد معدل التعليم في مصر لدرجه ان اصبح المتعلمين بالكثره اللي يظهروا فكره الهجره وفكره الخروج من البلد. قبل كده ما كانش فيه التعليم العالي اللي دخليهم يروحوا السعوديه او يروحوا الكويت او يروحوا اي بلد لسه بتدور على عماله جاده. يعني ده حقيقي، ده ذكروا برضو في نقطه تانية، الحراك المجتمعي والحكومات. بيقول ان سياسه الحكومات نفسها اتغيرت، ففتحوا التعيينات. فبعد ثوره 52 مثلا بقى خلاص اي حد ممكن يتعين في الجيش، اي حد ممكن يتعين في وظيفه حكوميه. الاول كانت مقتصره على البشوات او البكوات، بيقول لا، ده دلوقتي ممكن اي حد يتعين. نتكلم على التعليم، الاول كان نسبه التعليم اقل بكتير جدا من نسبه التعليم في بعد حدوث الثوره او ثوره 52. بيقول ان عدد المتعلمين زاد جدا، والحكومه كانت بتعين بعدد كبير جدا، لغايه لما جت في وقت معين ما قدرتش تعين تاني. فالناس بي عندها متعلمين وفي نفس الوقت عايز يواكب الطبقه اللي هو انتقل لها، اللي هي الطبقه الوسطى مثلا، وهو ما عندوش الامكانيات اللي تعمل كده. فده ادى لايه؟ ان هم يهاجروا بره البلد. بس في هنا برضو مشكله ثانيه. مشكله الثقافه العامه في الدوله. يعني الثقافه العامه في الدوله في عهد عبد الناصر كانت بتقول ان اللي بيخرج من الجامعه مضمون له الوظيفه. الارث اللي عمله للسادات ولمن بعده ارث بان هو يعمله زيه، بينما ده مش المفهوم الحقيقي. انك اتخرجت دي معناها انك هتشتغل، فكان المفروض ان انت اتخرجت تدور على عمل، سواء كان العمل دوت تابع للحكومه او خارج نطاق الحكومه. اصبحت القضيه في الفتره ديت قاصره على ان انا لازم اتشتغل مع الحكومه عشان يتقال عليا بشتغل. وده ضيع على ناس كتير فرصه الانفتاح في حد ذاتها، لان فرصه الانفتاح كانت اصلا للي عرفوا يلعبوا بره ملعب الحكومه، يعني اللي عرفوا يعملوا مشروعات سياحيه ويعملوا المجالات التانيه دي هي اللي فتحت. النهارده المستثمرين لو انت سالت واحد منهم وانت كنت شغال موظف في بدايه حياتك ما حصلش. ما هو بيقول كده، بيقول من الصعب ده اللي سبب اللي غير برضه في الهويه المجتمعيه او المجتمع المصري. انماط الاستثمار اتغيرت تماما. فمثلا كان الاول انت عشان بتستثمر في البلد قبل الثورات، قبل الثوره مثلا، انك بتزرع ارض وتبيع المحصول. بيقول بعد حدوث الثوره حصل ان هم بداوا ثوره 52 ثوره 52 بدات تظهر انماط جديده جدا للاستثمار. زي ايه مثلا؟ زي العقارات، سوق العقارات، انك انت بتبيع وتشتري حاجه وبتاخد فلوس ومفيش انتاج بيحصل. ان انت مثلا بتهتم بالسياحه، بداوا يهتموا بالسياحه، فانت بقيت تهتم بالسياح، فدي صناعه ما فيهاش انتاج لكن فيها دخل. فبيقول ان الحاجات او الانماط الاستثمار اتغيرت. انت جيت في فتره كنت دوله زراعيه، فكانوا الناس بيشتغلوا في الزراعه،
دلوقتي انت اعتمدت بحجم اكبر على صناعات او استثمارات ما بيطلعش منتج، ومش عدد كبير جدا هو اللي بيشتغل فيها، بالعكس ده في عدد قليل جدا، فده ادى للبطاله. البطاله دي اللي ادت للتغريب او حدوث التغريب. يعني لما غيرنا في انماط الاستثمار فحصل غنى سريع جدا لبعض الافراد، فتلاقي ان واحد كانت شغلته مثلا ان هو حارس عماره، خلال سنتين اصبح من ملاك العماير، اربع سنين بقى صاحب مدينه كامله. ده عن طريق ان هو كان مش بيشتغل في حاجه، بس هو كل اللي اشتغل فيه هي السمسره. الغنى السريع ده ادى لدروب ان هو اتحسب على الطبقه العليا وهو بنفس افكار الطبقه الوسطى او الطبقه الفقيره، فده عمل خلل في خلل اجتماعي. هكمل معاكم الكتاب بس بعد الفصل. رجعنا لكم تاني، واثناء الفاصل عمار كان عنده سؤال عاوز يساله، اتفضل عمار. في اخر الجزء الاول كنت بتقول ان حصل خلل في النظام الاجتماعي، يعني السؤال هو كسؤال وعندي اجابه، فعايز اعرف هو جاوب عليها ازاي بالسؤال دوت. مفيش حاجه اسمها خلل في النظام الاجتماعي، لان النظام الاجتماعي بيطور نفسه. فهل فعلا الكلمه ديت كانت كلمه هو ذكرها بالشكل ده، ولا هو قصد بالخلل الاجتماعي الخلل المؤقت اللي اتطور بعد شويه؟ يعني اوضح اكتر، لو احنا جينا ناخد مثال البواب اللي انت بعد شويه بقى صاحب املاك واطيان وغيره، ده اوتوماتيك هيعيش في مستوى هيخليه يضطر ان يتكلم بلغتهم ويلبس لبسهم واولاده يروحوا المدارس بتاعتهم، فهو هينسلق عن جلده الاصلي ويبقى في الهيئه الجديده اللي هو جاي فيها، هيقعد في مكان غير المكان اللي كان فيه. فالحاله الاجتماعيه ما اتغيرتش ككل، يعني النظام الاجتماعي ما اتغيرش، بقي الفقير فقير والغني غني، وده سمته زي ما هو، بس الخلل اللي حصل ان ده انتقل من هنا لهنا فكان مشبه للمساله. الخلل مش شرط يكون حاجه وحشه، يعني هو مرحله انتقال الراجل او حارس العماره من مكان لمكان، هو مش بيقول ان ده حاجه وحشه او حاجه حلوه، هو بيرصد ظاهره، الظاهره دي نتج عنها تغير في المفاهيم. فبقى مثلا يعني الراجل حارس العماره ده بقى بيتكلم لغات، مثلا بيتكلم انجليزي، بعت ابنه يدرس بره ورجع ابنه من بره، فابنه بقى فاقد مثلا مدرسه اللغه العربيه. بعد فتره بداوا كل الناس بيعملوا زي الراجل ده، بيطلعوه يدرس بره ويرجع تاني، فالهويه العربيه ما بقتش موجوده زي ما كانت موجوده قبل كده. هو بس كل اللي بيعمله انه بيرصد. فكرة بقى ان المجتمع اتغير، بقى الفقير بيفكر زي الغني، ده حصل في انماط الاستهلاك. ازاي بقى كل الناس او الطبقة الفقيرة شايفة مظاهر طرف رهيبة جدا قدامها، فهي طبيعي اوتوماتيك عاوزة تواكب العصر، فتلاقي ممكن يقعد الموظف يحوش فلوس كتير 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 عشان يجيب راديو، رغم ان هو خليه مثال واقع النهارده يوفر كتير عشان يجيب عربيه، رغم ان هو ممكن حقيقه ما يكونش محتاج العربيه، لكن هو عاوز يواكب العصر او عاوز يواكب مستوى الرفاهيه اللي موجود في الوقت الحالي. فطبعا ده يعني ده من الحاجات اللي غيرت كتير جدا في انماط الاستهلاك. دلوقتي مثلا حصل ان في بعض الطوائف او بعض المجتمعات بيقيموا الناس باللي عندهم، وده حصل نتيجه الحراك الاجتماعي، فبدا يقول اللي عنده عربيه ده غني، واللي بقى عنده شقة ده غني، فهو ده اللي يبقى صاحبي. فكرة الدونية دي ما كانتش موجودة بالصورة، مش الدونية أو التقييم المادي ده ما كانتش موجودة بصورة كبيرة جدا في المجتمعات. يعني إزاي؟ يعني أكيد كانت موجودة أظن كده. ما هو كانت موجودة في طبقة 10%، يعني أنت شايف 10% الطبقة كان بيتقال عليهم أغنية، والتانيين فقراء. أنا بقول إن الطبقة زادت، لما زادت المساحة فبقى عدد المقولة انتشرت بشكل أكبر. لا، هو أنت قلت تحديدا ان الغنى والفقر تحول للصوره الماديه، فاصبح انا اقول عليك غني لما يكون معاك عربيه، لو مش معاك تبقى فقير. فكان كلامك ده معناه انك قبل كده الناس ما كانتش بتقيم الغنى والفقر بالامور الماديه، دي قاعده عند البشر كلهم حتى النبي صلى الله عليه وسلم. هي ظهرت نتيجه زياده الطبقه او زياده مساحه الطبقه. يعني ايه؟ يعني بداوا كل الناس بتعمل كده. الاول كانوا هم 80% كلنا زي بعض، فانا وانت ماشيين زي بعض، احنا اتنين فقراء، فما فيش كان عندنا التعامل المادي ما كانش موجود. التعامل ما كانش مادي قوي. خليني ارجع بك الكتاب. سياق الكتاب نفسه متقسم ازاي؟ طيب هو عمل ايه؟ هو قسم الكتاب لجزئين، جزء اتكلم فيه على الحراك الاجتماعي وبدا يرصد
الحراك الاجتماعي حصل في ايه وايه وايه. فجاب الحراك الاجتماعي مع كذا نقطة او كذا بوينت واتكلم عنها. انا ذكرت لكم منها مثلا الهوية، الاستثمار، الاستهلاك. في بعد كده بدأ يتكلم عن المرأة وتغير تفكير المرأة، هرجع انها جزء من المجتمع، انها جزء من المجتمع. قاس موضوع المرأة بأمه، بيقول ان امي مثلا كانت كل مهمتها في البيت كله هي انها تأكل ولادها وتهتم بجوزها. بيقول ان اللي حصل في الحراك المجتمعي او زيادة الرفاهية ان بدأت الست تهتم شوية بنفسها، بدأت تخرج، بدأت تجيب عربية عشان تشتغل، بدأت تروح الشغل. بس مش تبقى قاصره شويه التحليل اللي بيقول ان عشان زياده الرفاهيه انا بقيت كده. الموضوع تخطى الرفاهيه، تخطى طبعا الثقافه، بسبب الثقافه بالظبط. يعني النهارده انا بتفرج على فيلم اجنبي فيه المراه بتخرج، فهتلاقي المراه هي كمان عايزه تخرج زيه، يعني حقيقي. مفيش طبعا فاصبحت القضيه مش قضيه رفاهيه فقط. الفقراء اللي في القرى وفي النجوع وفي الارياف بيبقى عندهم الحافز نفسه وان كان ما عندهمش فلوس. ما هو بيقول ان كل الحاجات اللي بتنتج عن الحراك الاجتماعي عبارة عن سلسلة، كله بماشي مع بعض، يعني في زي قطر طويل وبيشد السلسلة. فأنت نتيجة تطور الثقافة والاستهلاك والاستثمار والغنى، تطور الفكر المجتمعي عموما. حتى كمان نتكلم على الفكر ده في الأسرة، بيقول إن الأسرة دلوقتي بيتبعت ابنه يتعلم برا ويعيش بالثلاث أربع خمس سنين ممكن ابنه ما يرجعلوش، على عكس الأول كان لازم كل عيد الأسرة المصرية لازم ابنك يرجع يقعد يحضر معاك العيد وتحتفلوا بالعيد مع بعض. فهو بس كل اللي بيعمله ان هو بيرصد الاحداث دي. الجزء الثاني من الكتاب هو بيتناول الفن ويعني والتغيرات اللطيفه بقى اللي حصلت في المجتمع. فبدا مثلا يجيب الافلام ويقول ان الابيض والاسود والافلام اللي كانت ماشيه في الوقت ال 45 او السنين او الفتره اللي هي سنه 1945، شوفوا كانت بتقدم فن عامل ازاي، او طريقه عرض المشاكل كان بيبقى عامل ازاي. وجاب في نفس الوقت فن سنة التسعينات، فبيقول انك هتلاقي ده بيتكلم في ان هو سافر بره او رانديفو، يعني اتغير شكله تماما، ملامح لبسه، ملامح تفكيره حتى. يعني الاول كان التفكير كله بينحصر في مجموعة افكار رومانسية، واحد مثلا الغنى والفقر، صراع الطبقات، حاجات. التاني بيتكلم في حاجات تانية بقى، ثقافات زي يعني خروج المرأة للعمل، زي موضوع ان مين اولى ببيت الزوجية. طبعا ده بدأ يتناقش كمان في المشاكل الوجودية، فتلاقي ان بعض الافلام بدأت تتناقش. سواء ما قالش ان ده حلو ولا وحش، هو لا هو بيبين الظاهرة مش ده تمام. بس ايه وجه الربط ما بين الحالة الاجتماعية والفن؟ تمام، قصد ايه بان هو يجيب الجزء التاني بيتكلم عن الفن؟ هقول لك انا مثال صغير. هو فكرة اني انا دلوقتي حصل عندي ان انا بقيت غني، فحصل ان انت ارتقيت فجأة بس ما اكتسبتش البروتوكول اللي موجود في الطبقة العليا، فبقيت عاوز تنتج مثلا فيلم، شايف ان الموضوع مربح معاك، فانت بتشوف الفيلم اللي بيناسب افكارك، فبتجيب مجموعة من الممثلين مثلا، بتديهم مجموعة من جزء من الفلوس اشتغلوا بيطلعوا فيلم. المنتج ده يختلف تماما لو كان صاحب المنتج نفسه ذا ثقافة او بروتوكول مختلف او اعلى شوية. فده ادى مثلا تدهور الفن جزئي، في جزء مش كامل طبعا. الكلام اللي بتقوله ده صح، واظن ان في علاقه تانية هو قصدها، ان الفن هو المؤشر الرئيسي على مستوى التحضر وعدم التحضر في المجتمع. فهو حب يقول لك والله عايز تتفرج على المجتمع ده، اتفرج عليه في اغنيته وفي الفيلم بتاعه وفي المسرحيه بتاعته، زي ما هتشوفه في الفيلم هتشوفه في الواقع. يعني كان ده اللي انا حسيته من الكلام، ان ايه ربط الاجتماعيات بالفن، ان الاثنين وجهين لعمله واحده. لو بتطلع فن راقي يبقى المجتمع في درجه من الرقي دوت. والفن مش اللي هو الافلام بس، يعني الافلام مش بس اللي هو الافلام طبعا، لا بس لان في اوقات بتلاقي ان افلام ما بتعبرش اصلا عن فعلا حضاره او ثقافه بلد. لا بس خليني اقول لك حاجه، مفيش حاجه اسمها المجمل ما بيعبرش، ده مستحيل. كافلام كلام كافلام، حتى الافلام يعني خلينا نجيب مثلا فتره التسعينات، الفتره ديت لو جبت اجمالي الافلام هتلاقي اجمالي المقصود هو اجمالي المشاكل، او هو اجمالي اللي عايزين يقولوه، لان
طبيعة الفن إنها صورة من الواقع، لأن اللي بيتفرج على الفيلم هو الواقع. فلو أنا الفيلم ده بيعبرش عن الواقع بتاعي أنا مش عايز أتفرج عليه. مش دائما يعني، أقول لك الفترة الأخيرة كان ظهر مجموعة من الأفلام بتعبر عن حالة، عن حالة شباب معينين مثلا ليهم سمت غير معنى، ممكن تقول عنه مثلا سمت البلطجي شوية، ليهم وجود ما عنديش مشكلة. لا وليهم وجود قوي كمان، ما عنديش مشكلة إن هم ليهم وجود، بس مش هو ده المجتمع كله. في النقطة اللي عمر بيقول عليها، إن أنا دلوقتي لما أجي أعبر عن الواقع أو أعبر عن الفن بيظهر المجتمع. طيب في فرق كبير قوي في طريقة يعني الإظهار ده، ممكن أظهر لك إن دي حاجة كويسة، ممكن أظهر لك إن دي حاجة وحشة. فزي ما عمر قال لك مثلا، ممكن أجيب شخصية البلطجي ده اللي هو دلوقتي يعني بتبرز قوي في الشاشة، وعلى إن هو حاجة كويسة وإنه بيعمل وبيساوي وبيروح وبينط وبيتشقلب طب ماشي، دلوقتي انا عملت ايه؟ انا مش بظهر حاله بقول ان دي في المجتمع مثلا محتاجين احنا نعالجها، لا ده انا بقول ان دي اصلا حاله موجوده عامله يعني سمعه قويه وليها هيبه وليها مكانه، فيلا نقلدها زي ما عمرو بيقول. انا مش بظهر الواقع وبقول ده واقع احنا عندنا عايشين ومحتاجين نعالجه، انا بعمل واقع، ده انا بقول بالظبط انا ببتدي انشر واقع او انشر طبقه في المجتمع عايز اعممها في اكبر. فكره ان الفن هو اللي بيصنع الواقع، الفن يطور الواقع، يطور الواقع، لكن يصنع الواقع لا، هو الفن هو مرآة المجتمع او مرآة العصر. لا بس في كلام بيقولوه صح مظبوط، ان التعظيم للجانب دوت او للفئه ديت هو بيطورها وبيخلي الدايره بتاعتها يطور الواقع، لكن مش هترضى على ده. بس خلينا نقول حاجه تانية، لولا اهتمام المشاهد اللي هيدفع ثمن تذكره السينما بالامر ده ما كانش دخل، ولا كان المنتج اصلا انتج. هو انتج في الحقيقه عشان يكسب، ما انتجش عشان يخسر. بالظبط، يعني هو بالطريقه دي ما بيعبرش عن واقع المجتمع. ازاي ما بيعبرش والمجتمع بيطالبه بيه؟ يعني ازاي تثبتها؟ طيب علم الاجتماع دي احلى حاجه فيه ان النقاش فيه بيتفتح وبيزيد جدا، بس انا حابب ارجع تاني للكتاب واقول لكم ان الميزه اللي في الكتاب او الميزه في اسلوب الكتاب ان اسلوبه سهل جدا وبسيط، واستاذ الدكتور جلال امين بيكتب بطريقه سلسه جدا للناس، حتى بيجي فن ساخر جدا في اخر الكتاب في الجزء الثاني اللي بيتكلم فيه عن السينما وعن المصايف وعن حاجات جميله جدا ومواقف لذيذه. يعني تقييم الناس ايه للكتاب؟ الكتاب ده اصلا متقيم ان هو من افضل 100 كتاب اتكتبوا في التاريخ المصري او التاريخ المجتمع العربي تقييم كعلم اجتماع، لان هو بيرصد الظاهره دي مش في مصر بس. يعني مثلا على موقع جود ريدز هتلاقي ان في ناس من دول تانية زي فلسطين مثلا، واحده بتقول ان الظاهره دي موجوده عندنا بالنص، لكن الفرق ان بدل ما حصل ثوره حصل احتلال، وبيقيسوا ده على المجتمعات بتاعتهم. فالكتاب مش خاص بس بالمصريين، لا ده خاص بقطاع كبير جدا من الناس. انا خلصت شرح الكتاب، لو حد حابب يسال حاجه. طيب انا عندي سؤالين يعني بشكل سريع. اول حاجه ان الكتاب مش بس بيقارن ما بين المرحله بتاعت قبل الثوره وبعد الثوره بتاعت 52، هو بيجيب بشكل عام عن الحاله المصريه من سنه 45 ل 95. طيب السؤال الثاني، دكتور جلال امين هو راجل اقتصادي، فهل كان بيناقش اللي حصل للمصريين من جانب الاقتصاد، يعني بيناقش الحاله الاقتصاديه بس، ولا بيناقش الحاله كمجمل بقى كحاله عامه؟ الحاله الاقتصاديه او فنه ظهر في بعض الفصول زي فصول الاستثمار والاستهلاك والمقارنات اللي كان بيعملها بالارقام. انت عارف السؤال ده عامل زي ايه بالظبط يا عمرو؟ عامل زي بالظبط كده لما تسال رجل دين وتقول له انت متخصص في الفقه الشافعي بس هل انت بتفهم في الحديث او في التفسير؟ هو ده نفس السؤال بالظبط. يعني لان هو علم الاقتصاد جزء من فروع العلوم الانسانيه، فلازم يكون واضح معاه السؤال. لا انا كمان غير الاسلوب، انا بتكلم في نقطه ان هو الكتاب بيقول ماذا حدث للمصريين، فهل ماذا حدث للمصريين في كل حاجه ولا في نقطه الاقتصاد بس؟ لا لا، ما هي واحده في المجتمع، هي واحده. الاقتصاد ده مؤثر رئيسي جدا للمجتمع، هو اللي بيغير في اسلوب، فهو يتكلم في الاقتصاد او علم الاقتصاد، وحتى اسلوبه هيبان عليه انه استاذ اقتصاد في اثناء كتابته. انا خلصت الكتاب، يا رب الكتاب يكون عجبكم ان شاء الله، نشوفه حلقه جديده وكتاب جديد في برنامج المكتب.